ضمن خطة دعم الاستقرار التي أطلقها الأستاذ نجم الجبوري محافظ نينوى المحترم وبمتابعة من المهندس رضوان الشهواني مدير طرق وجسور نينوى، باشرت دائرة طرق وجسور بالإشراف على طريق موصل النوران بطول 16 كيلو، ويتضمن العمل القيام بأعمال معالجة المناطق المتضررة وكذلك طبقة من الإكساء طبقة سطحية بسمك 5 سنتيم وعرض 6 متر، وإن شاء الله يتم إنجاز العمل خلال المدة المحددة خدمة للصالح العام. بتوجيه من السيد محافظ نينوى باشرت مديرية طرق وجسور بصيانة الشارع العام الرئيسي شارع موصل الشيخان، حيث بدأت العمل ابتداء من سيطرة أكاديمية الشرطة وانتهاء بسيطرة النوران لمعالجة التكسرات والتخسفات الحاصلة في الشارع نتيجة العمليات العسكرية. وبهذه المناسبة نشكر السيد المحافظ لدعمه ومتابعته لكافة المناطق وكذلك كل المهندسين والمشرفين في مديرية طرق وجسور نينوى. شكرا جزيلا للجهود المبذولة لسيارة هذا الشارع.